السلام عليكم، this is Miss منى. معاكم اسم منى بدر from MS Academy. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حلوين. النهارده ان شاء الله first تعالوا نتعرف كده على الاكاديمي، تعريف بالاكاديمي بتاعتنا and then we're gonna start. بعد كده هنبدأ ان شاء الله. اتعلم صح في المكان الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن MS Academy والنظام الخاص بالأكاديمي. MS Academy مدرسة أونلاين لتدريس المنهج المصري سواء عربي أو لغات جميع المراحل من KG 1 حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لينا على التوالي في التدريس أونلاين. مدرسينا خبرتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الإعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل. وأضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإن شاء الله هذا العام هنضيف يو سي ماث واللغة الألمانية. بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية. وفي الويب سايت الخاص بينا تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. في منصة MS Academy الخاصة بينا عليها الواجبات اليومية، عليها الاختبارات الأسبوعية على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع، وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار أبنائنا طلاب الحضور في مصر. الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبنائنا في الخارج طلاب السفارة، عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين طبعا. النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول، زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل. شغالين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 أو 2 ظهرا. ما نسيناش طبعا طلاب المسار المصري. برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء. وحريصين دايما إن جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب أو حصل أي ظرف يقدر يرجع ليها في أي وقت. عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف الريفيوز الخاصة بالطلاب وأولياء أمورهم فيما يخص MS Academy. كمان تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بأنشطة الأكاديمي طوال العام الدراسي. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS Academy. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله. اوكي ليتس ستارت، يلا نبدا. كنت معاكم مس منى وليتس ستارت. هنبدا ان شاء الله دلوقتي. احنا طبعا كلنا لغات، فهنبتدي نتكلم عن tense which is very important، مهم جدا 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 عندنا في الانجليش، which is the present simple tense. The present simple tense اهم حاجه عندنا في الانجليش، ان احنا if you maintain to speak or to use the present simple، لو احنا قادرين ان احنا نستخدم ال present simple so it's gonna be so easy، كل حاجة يكون سهلة بالنسبة لنا. اوكي I start to explain، هبتدي اشرح واكيد انتوا عارفينه، ولو في حد مش عارف حاجة you can raise your hand. If you want to ask me any question you can raise your hand. تقدر تعمل raising للهاند في الزوم او تفتح المايك وتكلمني وتقول يا مس اشرحي لها تاني. Explain it again for me. What can you miss? Can you say it again؟ ممكن تطلبوا مني ان انا اشرحها تاني. So this is the present simple tense. طب احنا بنجد why، بنستخدمه امتى or when. Okay بنستخدمه to express habits، بتكلم عن ال habits، الحاجة اللي انا متعود عليها اعملها. Okay or general truth، يعني مثلا حقائق الثابتة، الحاجة اللي ما بتتغيرش. Or my habits، عاداتي، الروتين، my routine، الحاجة اللي انا always do or sometimes do. الأكشنز بتاعتي أنا بعمل الحاجة دي قد إيه؟ So we use the present simple. يعني ممكن حاجة أعملها every day، كل يوم، once a week، مرة في الأسبوع، two days a week، مرتين في الأسبوع، or every day، كل يوم، or always، or sometimes. يعني أنا ممكن أستخدمها في حاجات كتير جدا. طب what is the form for it؟ نستخدمه إزاي؟ First أنا لو عندي he or she or it we have to put the verb plus s، لازم الفيرب الفعل نحط له s. اوكي ده معناه ان can you tell me مثلا any verb، ممكن اي حد يقول لي اي verb كده
verbs زي like what؟ verbs زي ايه؟ يعني ايه verb؟ verb يعني فعل، اي action انا بعمله. Can you hear me؟ سامعني؟ بليز مين كده؟ كلمتين حلوين. Can you hear me؟ سامعيني كويس؟ سامعيني ولا غير الشبكة؟ مين اوكي. So verbs، verbs يعني actions، أي فعل أنا بعمله. Verbs like what؟ أفعال زي إيه؟ like go مثلا، زي verb go، verb travel. Can you tell me examples؟ ايه ويت هو الصوت بيقطع عند محمد ولا عندي أنا؟ أوكي هو ثواني كان هحاول يشغل أغير الشبكة، هغير الشبكة عشان تسمعوني كويس وأسمعكم كويس. Okay, now can you hear me؟ دلوقتي سامعيني أفضل؟ أنا عايزة الكل يشارك معايا، سامعيني دلوقتي أحسن؟ سامعين. Okay. مش Okay, كده الحمد صوتي لله. حرام. Now let's okay, now let's start. دلوقتي نبدأ بقى. Okay, أنا كنت بقول لكم verbs like what، أفعال زي إيه اللي إحنا بنتكلم فيها. ممكن تقولوا لي any verb you want، أي verb أنتوا عارفينه. eat play swim go Go, okay read, swim, eat, drink. So these are verbs. Verbs so easy. أي verb or any action أنا بعمله. أي verb. So with he or she or it, we have to add to the verb. لازم نحط للverb ده. We have to add s. لازم نحط الاس. Okay. يعني يا مس لازم مع ال he or she or it أو أي واحد one singular singular noun. We have to put s. أيوة لازم لازم محتاجين الاس. يبقى أنا أعتقد أعرف عن ده. He she it love us. So he she it love us. Why؟ هنعتبر إن الإس دي very 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 strong، قوية جدا. So لازم تيجي مع المفرد السنجلر he or she or it or منا or إيمان or محمد or تاليا or يوسف. أي واحد one singular we have to add verb plus s. لازم نحط له الإس. Because the S comes with the singular. بتيجي مع ال one المفرد. طب وال I, we, you, they. No S. No ING. Nothing. It's verb infinitive only. يعني ما بحطش معاها. No S ولا S ولا ED ولا ING ولا أي حاجة خالص في ال present. يعني هقول I go, I play, I run, I wake up every day, I get up every day, I drink water, I always go to school, I always meet my friends. لازم الفيرب يكون من غير أي حاجة خالص. No S. مش بتحب الاس. يبقى مين اللي بيحب الاس يا كندا؟ Can you tell me؟ كندا يا كندا. كوكي. What love S؟ مين Yes. بيحب على الاس؟ He. What? Yes. Which one love الاس؟ مين بيجي معاه S؟ مش the verb. He. She. It. And singular noun. He, she, or it. لازم يجي معاهم الاس. Okay. So this means ده معناه ان انا بقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مس طب هل انا لازم احط اس بس؟ Actually احنا ممكن نحط اس or es or ies. يعني ال he وال she وال it او اي حد singular مفرد لازم ياخد معاه اس or es or ies. حد منهم. طب what is the rule؟ What is the rule for it؟ أول حاجة كل ال verbs love it. يعني هقول I cook every day. طب لو قلت my mom، mom، mom دي يعني she. So mom لازم تاخد ال s عشان هي singular مفرد. فهقول mom cooks every day. Mom cooks every day. She cooks every day.
يبقى انا بتكلم عن mom someone singular واحد بس لازم يحب الاس يا اسيل. mom cooks every day. طب لو قلت I، لا الاي مش بتحب الاس طبعا احنا عارفين، هقول I cook every day we cook every day. طب يلا قولولي، لو انا قلت زي هقول زي كوك ولا زي كوكس؟ فكروا كده، زي كوك come on think think، كوك زي كوك 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 كوك. اوكي زي كوك every day، زي زي كوك مش بتحب كوك الاس. كوك 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 اوكي كوك ازاي يعني كوك plural ناقص، اوكي مش مش هتحب معاها الاس، الاس بس بتاخد الوان عشان هي قوية بتيجي مع الوان. هي شي ات one singular noun يعني أي اسم واحد، من عاطف، كندة، أسيل، عبد الرحمن، سجدة. I open, he opens, she opens the door. Okay, she always opens the door. هي دايما بتعمل ايه؟ بتفتح الباب. طب يا ناس ده اللي كان بياخد الاس، طب مين اللي بيحب الاي اس؟ اي اس اي اس اي اس اي اس، مين اللي بياخد الاي اس؟ برضه عارف نمشي والآن معلش، شيء اس جريت. بس امتى بنحط الاي اس؟ when do we add the es؟ امتى بنحط الاي اس للفيرب؟ if the verb ends well. لو لو أخرو وات يا لولي؟ أو إكس اكرم أو حاجه إس من دول. إس يس أو شطور، إس إتش أو سي إتش أو إس إس أو اكسلنت إس أو اكسلنت زد اكسلنت 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 كوبي اكسلنت كارما. so we have to add the es، امتى بنحط الاي اس؟ لو الفيرب ends well، if the verb ends well. لو الفيرب اخره ايه؟ تعالوا كلنا نحفظهم مع بعض. اوكي لو الفيرب اخره it ends، يعني لو الفيرب اخره ايه؟ سي اتش اس سي اتش اس اس اكس او. يلا نقول تاني، سي اتش اس اتش اس اس اكس او، سي اتش اس اتش اس اس اكس او، سي اتش اس اتش اس اس اكس او. لو لقيت الفيرب ends with، الفيرب انتهى اخره سي اتش or اس اتش or اس اس or اكس or او، دول ما بيحبوش الاس بس، لا هياخدوا اي اس اي اس love اي اس. يعني الفيرب لو اخره سي اتش اس اتش اس اس اكس او وي اد اي اس، بنحط اي اس للفيرب. اوكي طب يا ميس زي ايه؟ تنسد فيرب واتش، واتش لو انا قلت هي يبقى هي واتشز، هي واتشز. طب يا ميس هنا احط اس ولا اي اس؟ اي اس اس اور اي اس؟ انا اس ببص على الفيرب، اي اي لوك اس ات ذا فيرب. اي اس سي اس سي اي اتش، اس انا اس بحط اي اس اي اي اس اس اي اس سي اتش. قالت اي انا بحبك يا اي اس، يبقى هي واتشز، هي واتشز، هي واتشز تي في افري داي. يبقى انا عشان عندي سي اتش حطينا اي اس، وي اد اي اس. اوكي اوكي طب انا عندي فيرب فيكس، هقول هي فيكس ولا هي فيكسز؟ هي بتحب الاس او فيكسز هنحط فيكسز؟ اي اس بنحط اي فيكس اس. فيكسد قالتلي انا بحبك يا اي اس، الاي اس يس عشان الاكس، قالت انا لازم اخد معايا اي اس. طب مين هما تاني؟ اوه الاو قالت اي اس برضه، يبقى هي جوز تو سكول، مريم جوز تو سكول، بسمة جوز تو سكول. الوان السنجلر مفرد لازم نحط له اس، منا جوز تو سكول. اوكي passes اي اس سي اتش اس اتش اس اس اكس او واس كمان، يبقى لو الفيرب انتهى بحد منهم وي بوت اي اس. طب ماشي يا مات، امتى بقى نحط يا مات الاي اي اس؟ when do we add the i e s؟ امتى نحط ال i e s؟ ما اقول لك واي عند الواي excellent واي لو قبلها حرف الواي ساكن هنشيل الواي ونحط بدلها اي اي عند اس. الواي perfect الواي excellent، في ناس معانا مذاكرين شاطرين perfect. يبقى study verb like study look here verb study. انا هقول لكم حاجه، الواي احنا دايما ايه هنقول لها؟ good boy يا واي، شكرا يا واي، شكرا شكرا، مش عاوزينك. ديليت 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 or drop 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 the y. ونحط بدلها اي اي اس excellent، يبقى he studies every day.
محمد studies every day. ضحى studies every day. كل يوم. This is her habit. هي متعودة تعمل كده. This is her routine. هي دايما بتذاكر كل يوم. يبقى she studies. She studies. We have to add the IES. حطينا ال IES because we need the Y. Don't forget. She studies every day. Okay. WMS. Verb like play. Wait. هنيجي نشيل ال Y. Oh no. What is before Y? There is A. Vowel. A. A. Vowel. Vowel. Extra. Vowel A. So the vowel A. Y. هي friend لل Y. كل ال vowels. We can put S. Yes, we have to put the S only. Vowels. Vowels. What are the vowels? A, E, I, O. A, E, I, O, U. U, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, I, O, U. A, E, I, O, U. O, U. A, I, O, U. A, E, I, O, U. Excellent. Okay. يبقى if all the vowels are friends to y هم friend مع ال y so we don't delete y don't drop y ما ينفعش نشيلها لأن vowels are friends to y هم friends لل y friends to y so we add the s only like he plays طب لو قلت I I play only I go I play I study I fix I watch I go I pass I cry I stay طب لو قلنا he or she يبقى he what he plays he studies he fixes he watches he goes he passes he cries he stays we have to put the s okay this is the affirmative of it this is the affirmative form ده affirmative to the present simple tense and it's so easy let's play a game first and then we go to continue with the negative part طبعا present simple هو عندنا طبعا in the first unit but so easy and we know it وكل واحد هيجاوب جو yes now ان شاء الله كلكم هتشاركوا all of you will participate with me you just have to raise your hand raise your hand in the Zoom please raise your hand we'll start كمان عاطف start عاطف unmute yourself افتح المايك يلا حبيبي be ready بس هو في بس وقت في وقت طبعا عشان كده كمان يا عاطف lives he lives in what you have to read the whole sentence the whole sentence you have to read it he lives in Bradford he lives, excellent, 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 عاطف. Come on quickly because there is timer. في عندنا time. Come on, Basma. Go, go, go. I. Basma, I. Basma, Karma. Okay, teacher. I live in Yorkshire. Okay, I love or I live? Love. I live. I live in Yorkshire. Perfect. Excellent. I live. Excellent. Muhammad Ahmed. Come on. Go, go, go. Thank you, teacher. Excellent. Okay. Come on, Muhammad. She likes coffee and biscuits. She likes coffee. Excellent. Perfect. Come on, Muayyad. Go, go, go. Quickly, quickly. We want to participate. Muayyad, Muhammad. We like Liverpool. Liverpool. So what do we say? We what? Like. We like Liverpool. Perfect. Excellent. Talia, come on, Tuti. Go, go, go. Unmute. Nether Blaze. عشان Nether دي هتتشغل هتحط بدلها هي. Excellent, great. Nader plays football. Excellent, Tuti. Come on, Hiba. Hiba Mustafa. Nadia drinks coffee. Coffee. Nadia drinks coffee. Perfect, excellent. Go, go, go. Come on, yeah. Lina, unmute.
بش ن يا لينا. ناديا بش درينكس. اوكي ناو لا لينا كمان يا لينا. زي اوكي وي هاف جوز تو ذا سينما. جوز فيها اس يا لولي. مين لاف اس؟ وات لاف اس؟ هي ماشي هي اوكي هي اكسنت جريت. يو هاف تو ميت سيلينا نعمل ميت حلوين. اوكي ذير از جوز ذير از اس في اس موجوده. سو الاس قالت انا لازم اخد معايا حد. وان هي جوز تو ذا سينما. لازم نفكر. اكسنت 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 دودي كمان اسيل. أسيل أسيل أحمد. حاضر. have زي have they you have to read the sentence حبيبي تعود زي read the sentence كلها. زي they have what they have a kitten. they have a kitten. the kitten is a baby cat. Okay, excellent, excellent. Have for plural. I have, we have, you have, they have. Omar and Muhammad have. So have for plural. Come on, Omar Bassam, answer this one. Like. Omar Bassam, unmute yourself. افتح المايك يلا. Ali likes pasta. Excellent. Likes. So the verb has S, so we have to say Ali. Ali likes pasta. Excellent. Great. Come on, Muhammad Ibrahim. Muhammad Hamoud. Muhammad Ibrahim. ده بلدي يا مش. ده بلدي. بلدي؟ يعني ايه؟ سوريا؟ اه يعني هذا يعني انا من سوريا. واو يا. I got it. Okay, come on. يلا read. Comes? Comes for Syria. Syria. Okay. So Muhammad. 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 Excellent. Okay. فعلا انت اسمك محمد يبقى السنتنس جاي عليك بالضبط يا محمد. محمد comes from Syria. Okay. Now سجدة. Come on يا سجدة. My cat likes fish. Okay, likes with S, so we need singular. My cat likes fish. Perfect. Come on, Kinda. Go, go, go. Kinda. Come on, you cook. Yes, miss. Come on, come on. My dog is like rain. Like rain. So what do we say here? My dogs like rain. Perfect. Excellent. You've done this game. Finish this game. We will play another game. Don't worry. If you didn't answer, you will start to answer. Don't worry. You will start to answer. But miss? To the negative four. Yes, Kinda. I like this game. You like this game? I'll send you another one in the homework, inshallah. Now, let's go to the negative fourth. If you didn't answer, you will answer. كل اللي ما شاركش هتشاركوا معايا, but with the negative fourth. Now, with the negative fourth, أنا مثلا, for example, I've said, أنا قلت, I go to school every day. I drink water. I like fish. وعليكم السلام عبد الله. هاي عبود. I like fish. I play football. So, أنا لو قلت الناس I no. focus on me. ركز معايا حبيبي عبود. unmute yourself. اعمل mute نفسك يا عبود. Okay. mute. اعمل mute. اعمل mute عشان ايه عندك صوت عشان كلنا نسمع. أول ما نيجي نحلها هختارك على طول يا عبود. I play football. So here I'm saying I play football. This is what I always do. أنا دايما بعمل كده. I play football. So what is the negative for this one? أنا عايزة أقول أنا مش بلعب الفوتبول يا بس. أنا مش بلعب فوتبول. أنا girl. أنا مش بلعب فوتبول. So how to say this one? What do we say here? We say
I doesn't play football or I don't play football. Don't. Gonna be I don't. I don't play football. So the negative here is I don't. I don't. So don't is the negative one. If we say I don't. I don't play football. It's gonna be the whole sentence, but we don't want to write it here. Okay. I don't play football. We don't play football. You don't and they don't. So all the plural take don't. But when I say Alma or Asil or Iman or Hamza, so we say Hamza doesn't, Kinda doesn't, Miss Minna doesn't, Ahmed doesn't, Abud doesn't, your mom, so hey, one mom, Abardu doesn't, your brother doesn't, your dad doesn't. طب لو أنا قلت my parents don't or doesn't, my parents don't. يبقى don't plural. Mom and dad, my parents don't. It's gonna be plural. Okay. Don't forget, after doesn't, it doesn't eat the s. بيكل الاس من الverb. So we don't have to put s after it. After doesn't, infinitive means the verb infinitive. No s, no ed, no nothing after it. She likes fish. طب هي مش بتحب الفيش يبقى she doesn't. She doesn't like, well, she doesn't like only like, but we say she doesn't like. No S. Why? Because doesn't is there, يا مس doesn't موجودة. فعش يجي معاها S. Miss doesn't. هي very strong. Doesn't need S after it. مش بنحط بعدها أي S. Okay? She doesn't like this. We say she doesn't. She doesn't like. He doesn't like. Okay. For example, come on, Omar. Start to change this one into negative. Omar, Muhammad. Where is Omar? Okay, Omar is not here. Come on. Okay. We stop that. Sajda. Okay. Kinda. Come on, yes, Asda. I look. If you answer this one, I'll move to play a game على طول. I look at myself in the mirror every day. I want the negative. عايزة أقول no يا لوني. أنا مش ب look at myself at the mirror every day. How to say it? We want to add not. يبقى هنقول don't ولا doesn't here. No. I. What do we say? How will I eat? I don't. Well, I doesn't look at myself in the mirror. I بتحب don't. I don't look at myself. يبقى احنا هنا in these questions, we have to change the sentence into negative. Like we say, I don't look at myself in the mirror. I don't. يبقى أنا بعمل negative. Let's play a game. نلعب game أحسن. Or إيه رأيكم سواني؟ I'll send you the game of the negative. So now let's move to this board. Question number one. Come on, يا كندا. كندا حافظ. كوكي. كندا. I. Correct yes, the verb. Correct the verb. I not drink tea. What is the negative هنا يا لولي؟ Not يعني احنا عايزين نحط هنا don't ولا doesn't؟ I yes, yes. We say I don't or I doesn't. Which one? I don't. I بناخد don't. I don't drink tea. يبقى احنا number one انا هعملها لكم اهو وهنبدا من اول number two.
not حبيبي ما ينفعش تيجي لوحدها، انا ما ينفعش اقول I not drink. No, we have to correct the verb. We say I don't drink. I don't drink. So انا بفكر هشوف اختار don't ولا doesn't. We say I don't drink tea. I don't drink tea. Number two, كمان يا كندا we كندا we don't or we doesn't. لازم تفكري هتختاري we don't or doesn't. We doesn't. الوي يا لولي بلورال جامعة كتير. doesn't دي للون. doesn't فيها اس، هي كانت بتحب الون. doesn't فيها اس، We don't. بتاخد الهي والشي والات وان. يبقى we don't play basketball. we don't لان we بلورال هتاخد دون. excellent. number 3 كمان عبد الرحمن. عبود عبد الرحمن you أنا okay come on يا عبود you you not take you read the question. اقرأ السؤال الأول. you not take the bus. you هقول هنا بقى you don't ولا you doesn't take. ال you هتاخد مين؟ you don't take ولا you doesn't take؟ don't you don't. okay great excellent. طب احنا نرجع نبص عليهم تاني عشان ايه لو حد اتلخبط. doesn't فيها اس يا حبايبي، يبقى هي love he she it he doesn't منا doesn't عبد الله doesn't عبود doesn't. I don't we don't you don't they don't. this is for the plural. so it's gonna be you don't. great excellent. come on يا محمد هاني. محمد هاني number four. number four يا محمد. they مس انا جاوبت خطأ ولا صح؟ صح يا عبود you don't take the bus. now محمد هاني. يلا يا محمد. they not read. اقرا يا حبيبي. they not read comics. انتوا فاهمين هنا بتعملوا ايه؟ انا عايزاكم تختاروا بس ما بين don't و doesn't. ماشي يبقى احنا هنا هتقول they don't or they doesn't. which one؟ ال they بتاخد ايه؟ don't ولا doesn't؟ which one؟ بقول بتسمع هو انا مش سامعاك قوي، قولها لي تاني عشان اسمعك. say it again. وضح كلامك بس عشان بقول لك الإجابة تبقى الإجابة هتكون إيه؟ زي نص. ما هي النوت ما ينفعش تيجي لوحدها، هو عايزك تفكر وتختار هتقول don't ولا doesn't. يبقى زي don't or زي doesn't. زي بتاعها إيه؟ زي plural جمع، يبقى هتاخد doesn't إزاي؟ doesn't قالت أنا معايا اس، الاس دي كانت لل one لل هي والشي والات بس. يبقى معنى كده ان doesn't هي اللي كانت بتاخد ال he وال she وال at. he doesn't، همس doesn't، ايمان doesn't. doesn't يا حبايبي نفتكر ان هي لل one، one واحد بس. لكن مين اللي هياخد ال plural يا محمد؟ we، هتبقى we don't، you don't، they don't. طب لو قلت محمد، محمد one، محمد، محمد don't، محمد doesn't. محمد doesn't. Okay. We one. answer this one. يلا يا عبد الله محمد. We We not go to school on Saturday. Saturday. Okay. What do we say?
don't. We don't. Great, excellent, excellent, excellent. Okay. Here, let's get this one. Come on, يا صباح. أيكم صباح. يلا كلنا عشان نشارك. يلا يا صباح. لولي. I doesn't like apples. I doesn't. I don't. Okay. هو صلحت. I don't like apples. Excellent. كمان يا همس. همس unmute يا لولي. همس افتحي المايك. His friend. His friend. Doesn't sing. His friend, one friend, قالت أنا هاخد doesn't عشان doesn't لل one. Extend همس. كده كل اللي عامل ريزن بالهاند حل. هنبتدي نختار من التانيين. كمان يا عبد الرحمن. ألما. مس. ألما. مس. كمان يا ألما. وي. We like to play football. We don't. We don't like this. Oh, we don't like to play football. Excellent. Come on, Doha. Doha Ali. Come on, ya Dudu. Dudu. Doha. Iman. Yes, it. Doha. Iman. مش حالنا جواجب. دوحة لا ده مش الواجب بس انا هبعت لكم هوم ورك على دونت مضاف على الافيرماتيف. دوحة كمان. دوحة اوكي يا تبقى كويس ولا ورقة؟ لا كويس يا لولي. كويس جيم. كمان يا دوحة. اور دوغ. الحمد لله حبايبي. بصوا انا مبارزة عليكم تفتحوا المايك. حمزة. 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 Our dogs don't live in England. Our dogs don't. Excellent. أنا هعمل stop عشان التايمر and let's join again. Okay, we will join again the same link. هندخل تاني من نفس اللينك. يلا كويس. I'm waiting for you.